عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو كاملين على خير وبخير. البنات هذا النهار جبت لكم واحد الحليوات زوينين اللي تقدروا تصايبوهم في الدار وساهلين في نفس الوقت، والشكل ديالهم كيجي راقي. يعني تصايبي حليوات غير في دارك وبثمن مناسب جدا. هاد الحلوه هادي البنات غادي تشوفوها وغادي تعجبكم. غادي نحتاجوا فيها 250 غرام ديال الزبده، غنحتاجوا فيها كاس ديال سكر كلاصي، وكاس ديال النشا، وثلاثه صفر ديال البيض، والقشره ديال الحامضه. البنات هاد القشره ديال الحامضه كنسمو بها، كتجي زوينه وكتعطيها المذاق وكتتواتى مع الزواق اللي غادي ندير لها، وما تشبعوش منها. غادي نديروا البنات هاد 250 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، ضروري ما تكون بحراره المطبخ. شتو البنات؟ غادي ندير 250 غرام ديال الزبده، وغادي ندير عليها سكر كلاصي، وغادي نخدمها. كاس ديال العنبه ديال السكر كلاصي، وكاس ديال العنبه ديال النشا. غادي نبدا على بركه الله، بسم الله نبدا كنخدم في هذا الحلوه ديالي البنات. البنات هانتوما بعد ما ولات الزبده ديالي بحال لابوماد، ضروري البنات ديروا الزبده ديال العبار. الزبده الحيوانيه كتجي فيها زوينه وكتجي بنينه فيها. غادي نديرو ثلاثة ديال الاصفر البيض هما باش نطلقو هاد الزبده مزيان، وغادي نديرو قشره ديال الحامض محكوكه. نسيت ما قلت لكمش البنات، غادي نديرو فيرميسيل ديال الشوكولاط فيها حتى هو، ها هو، حتى نجمع العجين ديالي عاد غندير لها فيرميسيل. صافي انا غادي نطلق العجينه ديالي دابا مزيان باش نزيد لها النشا، ندخل هذيك النكهه ديال الحامض انها كتجي فيها بنينه. انتما البنات ساهله ودغيا كتوجد وكتجي راقيه، كتجي زوينه، جربوها ما غاديش ندموا البنات. هيا بعد ما نزيد الزبده ديالي غادي ندير كاس ديال النشا، هاد النشا ديال كاس ديال العنبه، واحد نص كيس ديال الخميره ديال الحلوه البنات، نص كيس، غير يعني نص كيس الخميره ديال 7 غرام، نديرو فيه نص كيس، ما نديروش كيس كامل. والطحين راه على حسب الخليط. انا غادي نبدا نعبر بالكاس ديال العنبه باش نشوف شحال دخلت ليا، حيت انا كندير غير عيني ميزاني. غادي نشوف شحال دخلت ليا البنات، وغادي نقول لكم شحال ديال الطحين دارت ليا. لحقاش كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش، يعني على حسب. صافي غادي ندير الطحين ديالي وغادي نقول لكم شحال دخل ليا ديال الطحين، شحال دخلت ليا ديال الطحين. البنات هانتوما هذا هو القوام ديال الحلوه ديالي، كيفاش خصها تجي، شتي رطبه. هانتوما راه درت غير نص كيس ديال الخميره، ها هو. دابا غادي ندخل ليها حتى تنعجنها كاملها ونقادها، عاد كندير لها فيرميسيل. البنات حاول باش ندخلو فيها هاد الفيرميسيل، كيعطيها واحد المنظر زوين. دخلت فيها البنات 6 الكيسان ديال الطحين العنبه، درت فيها 6 الكيسان ديال الطحين ديال العنبه. صافي البنات غادي نحاولوا ندخلوا فيها الفيرميسيل ديالنا بحال هكا. هانتوما نحاولوا ما نفرتوش بهذه الطريقه، هانتوما ما نسخنوش في يدينا باش ما يذوبش لينا، حيت بغينا هاد الفيرميسيل يذوب في الفران ما يدوبش هنا.
الاساس هو هاد العجينه ديال هاد الحلوه خصها تجي رطبه. راه هادي غتخرج كتير، كاين اللي غادي يشوفها يقول لك 250 غرام بزاف ديال الزبده وما خرجاتش بزاف، ولكن حيت غادي نديروها في السيليكون قوالب ديال السيليكون غادي تخرج لينا كتير. داكشي علاش البنات المهم حيت كنا كديروا هاد العمليه حاولوا ما تذوبوش، غير ها نحاولوا ما نذوبوش هذاك الشكلاط اللي كنديرو. انا بغيت نزيدها شويه حيت كتجيني منمره. ها انتم البنات صافي بحال هاد الطريقه نخدموها بحال هاد الشكل، ندخلو فيها داك الفيرميسيل في الداخل مزيان صافي، وغادي نخليوها تدير شويه نديروها في الثلاجه حتى تعقد لينا شويه وعاد نخدموها. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها، غادي نخليوها نديروها كويرات بحال هكا البنات. ها انتوما عبروهم على حساب القياس اللي بغيتو، وعاد باش ندخلوها ان شاء الله غادي نديرها في السيليكون ونوريها لكم ونوريكم الطريقه باش غادي نزينها حتى هي. غير المهم حاولوا ما تسخنوش هاد الشكلاطه البنات باش ما يتفرتتش لكم في القوالب، باش ما يذوبش لكم هنايا، ما يذوبش لكم السخونيه، يكون الجو بارد. صافي غادي نديرها في السيليكون ديالي وغادي ندخلها الفران وغادي نوجد ليها الكراميل وغادي نوريكم الطريقه باش غادي نزينها. كتجي راقيه وزوينه وحتى المذاق كيجي فيها رائع، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. وغادي ندير معكم واحد العجين ديال الصابلي اللي كيخرج كميه كثيره البنات، تقدري تخدمي بها شحال من شكل، وفي نفس الوقت تبدلي النكهات تقسميها وديري شحال من نكهه وكيجي زوين. غادي نشاركو معكم حتى هو ان شاء الله. نكمل هاد الكويرات ونديرهم في السيليكون ونوريهم لكم البنات. البنات هادو هما السيليكونات اللي غادي نستعملها، هما شيهم فيهم واحد الحفيره في الوسط، هذيك الحفيره هي اللي غادي نزوقها ان شاء الله. هانتوما ساهلين، حاولوا ما تعمروش حتى الفوق لان غادي تنفخوا لينا الحلوات ديالنا، راه دايرين فيهم واحد نص باكيه ديال الخميره. صافي البنات غادي نمشي انا بهاد الطريقه هادي تنعمر كلشي السيليكون ديالي، وغادي نسخن الفران وندخلهم يطيبوا. غير هما ما يطيبوش بزاف باش ما يتحمروش لينا البنات. كنمشيو بهاد الطريقه ساهلين دغيا كيوجدوا وكيجيو في المنظر رائعين، وحتى في المذاق ما تشبعوش منهم. انا غادي نكمل هاد السيليكون ديالي كامل ونعمرهم البنات ونوريهم لكم، نوريكم الشكل النهائي حيت غادي يطيبوا. صافي وغادي نصايب لهم الكراميل البنات، كراميل غادي نصايبها، راه انا مصايبها كاينه في القناه ديالي. صافي وغادي نزوقهم بشي حقيقات وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الحلوه كي كيجي. غير هو حاولوا ما تعمروش بزاف السيليكون حتى الفوق البنات، راه الا عمرتوا السيليكون بزاف حتى الفوق كتنفخوا وغادي تخرج لكم على القالب. صافي انا غادي نمشي بهاد الطريقه هادي حتى نكمل كميه العجين اللي عندي ونحسب لكم شحال خرجت ليا من حبه، وكتجي راقيه في المنظر رائعه وحتى في المذاق تجي زوينه، وكنتمنى تعجبكم. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم فيهم الصابلي، عجينه ديال الصابلي، عجينه ديال الصابلي كتخرج كميه كثيره وتقدري ديري فيها
عدة أنواع ديال الحلوى. نعمر هاد السيليكون البنات وأنا معاكم. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالي اللي صايبت، ها هو شفتوها 250 غرام ديال الزبده، راه خرجت ليا البنات 96 حبه اللي خرجت ليا. زوقتها من الداخل بالكراميل، تقدروا ديروا لها الشوكولات مذوب، انا درت الكراميل وزوقت بهاد العقيقات. ها هما هاد العقيقات راه كاينين اشكال وانواع دابا في محل الحلويات. هانتوما شفتوها كي كتجي، كتجي منمره، كتجي زوينه. غير المهم هو انه هاد الشوكولات هذا ما تذوبوش فاش تكونوا كتعجنوا، حاولوا تخليوه هكاك باش يجيكم بهاد الطريقه هادي. وصايبتها في السيليكون، راه وريت لكم فاش دخلتها في السيليكون، درتها في الفران. ايوا كنتمنى تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب في هاد العواشر هادي. وغادي نشارك معكم مازال الصابلي ان شاء الله اللي كيدير ليا عجين كثيره، غندير فيه شكيلات وغادي نشاركو معكم وتشوفوه. وكنتمنى اللي عجبته هاد الحلوه هادي يبارطاجيها ويدير ليا لايك ويدير ليا ابوني ويبرك على الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. وكنقول لكم بالسلامه عليكم البنات، والى فيديو قادم ان شاء الله.